السؤال هو: ما هي قيمة الحد 100 في هذه المتسلسلة؟ والحد الأول هو 15، ثم 9، ثم 3، ثم ناقص 3. إذن دعونا نكتبها هكذا في جدول. إذن لدينا الحد ترم حتى تكون الأمور مباشرة، ثم لدينا القيمة value، لدينا قيمة الحد. سوف أعمل جدول لطيف هنا. إذن الحد الأول لدينا كما رأينا هو 15، والحد الثاني هو 9، والحد الثالث هو 3. حقيقة أنا أقوم فقط بنسخها هنا، لكني فقط أتأكد أن كل قيمة تقابل الحد الصحيح. ثم الحد الرابع، الحد الرابع هو سالب 3، والمطلوب منا هو أن نجد قيمة الحد 100 في هذه المتسلسلة. إذن لنرى ما يحدث هنا. إذا كان بإمكاننا أن نجد نوع من النمط هنا، فعندما ذهبنا من الحد الأول إلى الحد الثاني ماذا حصل؟ أي من 15 إلى 9 تبدو وكأننا تناقصنا 6. من الجيد دائما أن نفكر كيف تتغير قيمة الأرقام، وذلك هو دائما أبسط نوع من النمط. إذا نحن تناقصنا بستة، أو نحن طرحنا 6، ثم ذهبنا من 9 إلى 3. حسنا، لقد طرحنا 6 مرة أخرى، لقد طرحنا 6 مرة أخرى. ثم ذهبنا من 3 إلى سالب 3. حسنا، لقد طرحنا 6 مرة أخرى، لقد طرحنا 6 مرة أخرى هنا. بالتالي تبدو وكأننا في كل حد نطرح 6، أي أن الحد الثاني سوف يكون أقل بستة من الحد الأول، والحد الثالث سيكون أقل ب12 من الحد الأول، أو أن ناقص 6 مطروحة مرتين، أي أنه في الحد الثالث نطرح 6 ناقص 6 مرتين، وفي الحد الرابع تطرح 6 3 مرات. إذا مهما يكن الحد الذي تنظر إليه فإنك تطرح 6 أقل بمرة واحدة من الحد. دعوني أكتب هذا. لاحظ أنه عند الحد الأول القيمة 15 ولا تطرح ناقص 6 منه، أو يمكن القول أنك طرحت 6 صفر من المرات، أي أنه يمكن القول أن هذه 15 ناقص 6 ضرب، أو دعوني أكتبها بشكل أفضل، ناقص 0 ضرب ضرب 6. هذا هو الحد الأول هناك. فما هو الحد الثاني؟ إنه 15 فقط نطرح 6 مرة واحدة، أو يمكن أن تقول ناقص 1 ضرب 6، أو نقول 15 ناقص 6. في كلا الحالتين نحن نطرح 6 مرة واحدة. الآن ماذا يحدث هنا؟ هذه 15، هذه 15 ناقص 2 ضرب 6، ناقص 2 ضرب 6، ناقص 2 ضرب 6. نطرح 6 مرتين. وما هو الحد الرابع؟ إنه 15 ناقص، نحن نطرح 6 3 مرات من 15، إذا ناقص 3 ضرب 6. بالتالي إذا رأيت النمط هنا عندما كنا في الحد الرابع، فكان لدينا الحد ناقص 1 هناك، الحد الرابع لدينا 3، الحد الثاني لدينا الثالث لدينا 2، الحد الثاني لدينا 1. بالتالي إذا كان لدينا الحد n، إذا كان لدينا الحد n هنا، فماذا سوف يكون هذا؟ سوف يكون 15 ناقص، أنت ترى سوف يكون n ناقص 1 هنا، صحيح. عندما تكون n تساوي 4 فإن n ناقص 1 تساوي 3، وعندما تكون n تساوي 3 فإن n ناقص 1 تساوي 2، وعندما تكون n تساوي 2 فإن n ناقص 1 تساوي 1، وعندما تكون n تساوي 1 فإن n ناقص 1 تساوي 0. بالتالي سيكون لدينا هذا الحد هنا يساوي n ناقص 1، إذا n ناقص 1 ضرب 6.
بالتالي إذا أردت أن تجد الحد 100 من هذه المتسلسلة ولم يكن علي أن أكتبها بهذا الحد العام، يمكنك فقط أن تنظر إلى النمط، سوف تكون، وأنا أجعلها باللون الوردي، الحد 100 في المتسلسلة. سوف أكمل الجدول إلى الأسفل، سوف يكون 15 ناقص 100 ناقص 1 وهو 99 ضرب 6، صحيح؟ فقط اتبعت النمط، 1 لديك 0 هنا، و2 لديك 1 هنا، 3 لديك 2 هنا، و100 سوف يكون لديك 99 هنا. دعونا فقط نحسب هذه القيمة، ماذا تساوي 99 ضرب 6؟ إذن 99 ضرب 6 في الواقع يمكنك عمل ذلك في عقلك، يمكنك أن تقول أن ذلك سيكون أقل بستة من 100 ضرب 6، وهو 600 ناقص 6 يساوي 594. ولكن إذا كنت لا تريد عملها هكذا فيمكنك استخدام الطريقة التقليدية، إذا 6 ضرب 9 تساوي 54، نحمل 5، و9 ضرب 6 أو 6 ضرب 9 تساوي 54، و54 زائد 5 إذا 594، إذا هذا هنا يساوي 594. ولكي نجد ماذا تساوي 15، نريد أن نجد ماذا تساوي 15 ناقص 594، وهذه في بعض المرات يكون مربك نوعا ما، ولكن طريقتي لعمل ذلك في عقلي دائما هو أنني أقول أن هذا يساوي بالضبط سالب 594 ناقص 15. وإذا كنت لا تصدقني فقد وزع هذه الإشارة السالبة، فسالب 1 ضرب 594 تساوي سالب 594، وسالب 1 ضرب سالب 15 يساوي 15 موجبة. بالتالي هاتان العبارتان متكافئتان، لكن هذه أسهل لعقلي لكي يفهمها. إذا ماذا يساوي 594 ناقص 15؟ يجب أن تحلها في عقلك. إذا 594 ناقص 14 يساوي 580، ثم 580 ناقص 1 سوف تكون 579. إذا هذه هناك يساوي 579، ثم لدينا هذه الإشارة السالبة في الخارج. بالتالي الحد 100 في هذه المتسلسلة سوف يكون سالب 579.